في فير بلاي اخر جزء من حصتنا اليوم، نحكيو على اكسيون قامت بها البطله التونسيه انس جابر لمساعده التوينس على تحدي كوفيد 19. وضعت المضرب نتاعها في مزاد علني. على كل باش ناخذ اكثر تفاصيل على الموضوع هذا من عند المكلفه بالمزاد هذا اللي حطتها انس جابر في الموضوع، هاجر ادريس. هاجر اهلا بك. عشان مرحبا مستمعي اكسبريس اف ام، شكرا على الاتصال. مرحبا بك. مرحبا. دونك حبينا ناخذ من عندك اكثر تفاصيل على المزاد هذا، على الاكسيون، كيف جات الفكره الساعة من انس ولا منك انت، كيفاش تم الموضوع من الاول الساعة؟ تو ناخذ التفاصيل من بعد. الحكايه دي ماهيش اول مره، خاطر انا وانس عملنا برشا حاجات في السبيطارات وكل، معناها تعرفني معناها كيما نقولوا اكتيفيست وعندي بوكو دو، عندي ان ريزو كبير في، معناها نعرف شكون مستحق وشكون مش مستحق، المناطق المستحقه ولا سورتو تو في التيريود نتاع الكورونا ما نعرفش، بديت نتحرك بكري، معناها مشيت برشا مناطق وكل ونعرف سورتو سبيطارات ابوبري شنو يستحقوا. عندي ليست نتاع لي زوبيتو. وزيد حاجه اخرى عملنا قبل لا ميم شوز افيك ملك الجزيري في التنس كلوب افيك سا راكيت تبعت اوز انشيغ pour la construction de l'hôpital centre de greffe وقتها، و سي تري بيان، سي تي وحده معناها اون ريوسيت. دونك كلمتني انس وحدها قالت لي هاجر راني انا باش نجي لتونس ونحب نبيع راكيتي اوز انشيغ. قلت لها قالت شنو نعمل معناها نحطها في الراديو. قلت لها الحقيقه انا عندك دو شو، يا ما تتكلم في الراديو ولا تحط اون فيديو سور لي ريزو سوسيو. قالت لي اسمع راني باش نحطك انت ميساج ما يقلقكش. قلت لها بيان سور، معناها سي ان اونور ابخي تو، معناها معناها سي بور لو لا بون كوز كوا. دونك عملت لك الفيديو وخرج. قالت لي هاجر نحبك انت تعمل لي تي تون اوكيب، معناها في الحكايه عندك تحب تشري يونيتي تاع ريا معناها كامله سوا انتنسيف، ومين تشري وانت توصلها، وكيما قاعده نعمل دايوغ انا درت توا في برشا مناطق وكل، وتعمل لي دوفي وكل، معناها هي اللي تلفتني بالحكايه. قد يوصل سومها؟ قد يوصل سومها اليونيتي هذه؟ توا وصل توصل حتى تنجم توصل حتى 50,000 دراهم، يونيتي كامله معناها ريانيماسيون. واحنا عندنا في تونس بون سيتي مون ايدي، على خاطر نعرف عندنا في تونس نقص ابار الكونسنتراتور اللي الناس كل مركز عليهم، عندنا نقص كبير في روشيات الرياء معناها. معناها فرش كامل يلزم يوصل حتى 50,000، بون مانيش 50,000 دينار معناها، معناها مانيش طبيبه، مي اونتخ نجم فما فرش ب 2800 ولا 3000 حتى 50,000 يبدا كامل معناها، يعني كيبي معناها. دونك قالت لي ان شاء الله نوصلوا، عملي دوفي، عملت لها كيلكو دوفي، معناها طلبت الفورنيسور نقليه من عنده، وكاو انا وصلنا توا اليوم توا حتى تو 26,000 دينار. مبلغ مهم جدا معناها. يا بوكو دو واحد معناها، فما شكون حتى طلبني من البر يقول لي انا ما نحبش نشري راكيت هذيك، خلي على روح امان اطلب انس، نحب نشري راكيت اخرى. معناها الناس كل تحب تعاون معناها، سيرتو سيتي بور لا بون كوز معناها. من برا معناتها حبوا معناتها ياخذوا راكيت واحد اخرى وهذيك معناتها تنحات، هذا صاحب ال 26 مليون. لا 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 26 مليون سي هذيك هي لا فونت اوز انشير. قلت يا دي معناها سمع بيت كلموني قالوا لي احنا ما نقدروش على ال 26,000 امان كلمها نجموا نشريوه ب 10,000. قلت لهم راه انس راهي ما تبيعش لي راكيت نتاعها، هذه اوز انشيغ سي بور لا تونيزي بور لا بون كوز معناها هكا معناها فهمت. دونك الاقبال من شكون؟ عباد معروفه، عباد عاديه؟ شفنا سمعنا اسامه ملولي ظهر لي اول ما افتتح المزاد. اول واحد طلب اسامه، معناها اسامه اول تليفون بعد الفيديو ب 30 سكوند اسامه الملولي ديريكت معناها. هو الابار قال لي انا هاجر نحب ندخل نعاون، قل لي اعطيني اون ليست نحب نعاون في سبيطار، او انا راني اول واحد باش نحط روحي نشري ونقعد نستنى. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. والله سي بيان لو سبور بور لا بون كوز معناها صافي بليزيغ معناها فهمت. اي على الاقل السياسيين راقدين، خلي على الاقل السبورتيف يتحركوا معناها. لا سيرتو لي احنا توا جا نقول لك ابار توا خلينا السياسيين بون، عندنا دي زونسيان فوتبالور اكزومبل، عندنا خالد بدره مثلا نعاون معناها لي زونسيان فوتبالور شويه، عندنا في تونس لي زونسيان سبورتيف عندنا معناها تبارك الله. بون بتيتر ثم شكون ما يحبش يقول على اسمه، مي سي بيان كان سبورتيف
يستعمل سبور ولا بون كوز معناها بيه ما فيها بيه فهمت بخلاف وسام شكون اسامي اخرى دخلت في المزاد والله ثم من دبي ثم من انجلترا ثم من المانيا ثم من تونس ثم من فاقس ثم اسامي معروفه ولا لا فقط وسام فما اسامي معروفه ما يحبوش يقولوا على اسامي ما يحبوش فهمت فهمت بالحقيقه لك ما عايش ما تقولش ويتبع يقول لك وين وصلت ويزيد يزيد شويه 500 الف بعد يزيد معناها يتبعوا كيما المزيد العالمي 26 مليون وقتاش اخر وقتاش تعطى المبلغ هذا؟ غدوه نهار الاربعاء غدوه ميدي فهمت غدوه ميدي يتسكر معناها المزيد يتسكر المزيد تطمحوا ل 50 مليون ان شاء الله ان شاء الله هكا قدامكم عندكم الاعلام انتم عندكم دور كبير معناها عملوها ميدي اكيد سي بور لا بون كوز او موان نشريو شي كامل نجم نشريو اونيتي كامل نشريو 3 لي غيا 4 لي غيا معناها وانت تعرف الوضع في تونس ياسر ياسر معناها خطير وخايب وربي عادي على الازمه على خير دونك هذاك هو معناها غدوه توفى وان شاء الله نزيدوا نقدموا في لي بري ان شاء الله معناها توا وصلنا ل 26000 بون البارح في الليل كي رقدت 20000 صباح معناها 20000 ان شاء الله العشيه تتحرك شويه وكاو اموا معناها نحاولوا نشريو شي حتى هي شتيل كي اشوازي برشا كلموني قالوا لي شبيها انا با اشوازي باش تبيعها على شان انترناسيونال سور ان سيت شتيل كي اشوازي لا بيغسون تحب في تونس وهي تحب هي اختارت كل شيء فهمت دونك سي سون شوا وكاو ان شاء الله فما برشا عباد قادره في تونس اكيد ان شاء الله نوصل المبلغ حتى اكثر من 50 مليون علاش لا ان شاء الله نستناو تليفونات اكثر اكيد نداء للعباد الكل اللي تنجم علاش لا معناها هي جاسر رمزيه بخلاف انه راكيت ولا انك باش تعاون عباد محتاجه خاصه هذاك معناها احنا توا لو بوت سي نحاولوا نمنعوا اكثر الارواح خاطر فما ناس قاعده تموت معناها بين عشيه وضحى يمشي على ساقيه يروح في صندوق ندفع ليك دونك معناها كي واحد يمنع ارواح هذيك هو هذيك الرساله معناها نتاع سيختو لانه بلاش دي سبور فهمت سينو كهو ربي يعدي على الغم على خير وكهو يعطيك الصحة شكرا لك هاجر على كل هذه التفاصيل يعطيها الصحة أيضا أنس جاوي بطلتنا اللي مشرفتنا خارج تونس أكيد بخلاف التألق نتاعها قاعد تعمل في حاجات باهية فما برشا شفنا تعليقات علاش هي ما تعاونش ولا حاجة بون كل واحد يعرف شو يعمل وأكيد فما دي جيست أخرين من أنس باش تقوم بهم بعض الجيست هذه برافو ليها يعطيها الصحة أنس جابر على كل هكا نكملوا فير بلاي اليوم كان معنا